game. What is the reason? No, I don't think you think Gina did not play good. انت شايفه هو السؤال كان ان كان في فرص كتير للمرمى وتم اهدارها، عايزين نعرف ايه السبب. وبتقول الناحيه ناحيه الشمال ناحيه جوني اجاي كانت ميته طول الماتش، ايه رايك؟ فهو بيقول لك انت شايفه ان هو لاعب وحش ما لعبش كويس. Normally is it has been our strong side with احمد فتحي and junior. في العادي دي الناحيه القويه عندها، الجانب القوي عندها الطرف اللي هو فيه احمد فتحي وجوني اجاي قدام. And if Ali Maloul is coming is back is better. علي معلول لما يرجع طبعا هيبقى افضل. جونيور فايت فور ذا تيم. لكن جونيور لاعب وحارب الفريق يعني. سو اي اتس اولويز بيتر تو كومبلين اباوت ميسينج ذا تشانسز بات اتس ورس وين يو دونت كرييت ذا تشانسز. وبيقول حضرتك جونيور كان بيقاتل الفريق، وبيقول لك طبعا افضل ان انت تشتكي او ننتقد ان انت ضيعت فرص احسن ما نقول ما فيش فرص اتعملت اصلا من الاول، ما تخلقش فرص اصلا في المباراه. Especially against a big team like Pyramids. خاصة امام فرقة كبيرة زي بيراميدز. And 10 against 11 و10 قدام 11 لعبنا ناقصين 65 minutes. اكتر من 65 دقيقة بنلعب ناقصين لعيب. And Karaba coming out. وكهربا خرج مصاب. الخلفية كان عنده مشكلة فيها. خرج مصاب. And Marwan who had the fever. ومروان عنده كان عنده حاره كبيره ما كانش موجود معانا. مروان لعيب يعني جاب جونين الماتش اللي فات ما كانش موجود معانا، كان عنده حاره كبيره وما جاش. And he's not here. مش موجود معانا النهارده. And Ashraf also played last week, three days back. He's not. وايمن اشرف لاعب من ثلاث ايام كان موجود معانا في الملعب، مش موجود برضه بسبب الاصابه. Marwan is not here. والشناوي مش موجود برضه، عندنا غيابات كتير. So we are a moving car that comes out. Doors, wheels, as it goes. بنزق كوره بزق عربيه، لا في الكوره كان بزق عربيه وبيقع منها بقى زيت وبنزين، بتفتقدي حاجات كتيره من اللي بتفيد المحرك، فطبعا في صعوبه انك تزق. It's a team of character. لكن اعتقد الفريق يعني ظبط ده. And they don't concede a goal in three games. وبرده احنا ما دخلش فينا جون في ثلاث ماتشات الاخيره. That's the positive out of it. وده الجانب الايجابي ومفروض يعني نبص له. Next time we score the goals. The chances that we miss tell him next time we score. The الفرصة اللي انت بتقولي عليها ان شاء الله الماتش الجاي نسجلها. Like the three we scored three days back. زي ما سجلنا من ثلاث ايام فاتوا سجلنا. I want more. عايز اجوان تاني برضو.